الأساتذة الأفاضل، أبنائنا الطلبة الأعزاء، ورشتنا اليوم بعنوان التلوث الضوئي والآثار الضارة المترتبة عليه وطرق مواجهته، تقديم الأستاذ الدكتور حكيم شاكر حسن من جامعة بغداد كلية تمريض فرع تمريض البالغين. طبعا هذا هو الجزء الأول من الورشة. أثر التلوث الضوئي على الفرد والمجتمع. تأثيره أول شيء أنه حيسبب مشاكل السمع، يمكن أن يؤدي التعرض المستمر لمستويات الضوء العالية بسهولة إلى تلف طبلة الأذن وفقدان السمع، مما يسبب طنين الأذن أو الصمم. اثنين، مشاكل نفسية. تشير الدراسات إلى أن حدوث السلوك العدواني واضطراب النوم والإجهاد المستمر والتعب والاكتئاب والقلق والهستيريا وارتفاع ضغط الدم لدى الإنسان والحيوان يمكن أن يرتبط بمستويات الضوضاء المفرطة. ثلاث، مشاكل جسدية. يمكن أن يتسبب التلوث الضوئي في حدوث الصداع وارتفاع ضغط الدم وتهيج الجهاز التنفسي وسرعة النبض، وقد يحدث عند التعرض للضوضاء العالية للغاية والتهاب المعدة والتهاب القولون وحتى النوبات القلبية. أربعة، مشاكل معرفية وسلوكية. تؤثر الضوضاء على استجابات الدماغ وقدرة الأشخاص على التركيز، مما قد يؤدي إلى انخفاض مستويات الأداء بمرور الوقت مثل الموجات الصوتية الأخرى، فيؤدي الكثير من الضوضاء عندما يذهب إلى الدماغ إلى معدلات استجابة أقل، بالإضافة إلى جعل العقل باهتاً. من يعيشون بالقرب من محطات السكك الحديدية أو المطارات يعانون من مشاكل في التعلم. أظهرت الأبحاث أن الأشخاص الذين يعيشون بالقرب من المطارات أو الطرق المزدحمة عادة ما يكونون أكثر عرضة للإصابة بالصداع، ويتناولون المزيد من الحبوب المنومة والمهدئات، وهم أكثر عرضة للحوادث البسيطة، وهم أكثر عرضة للطلب لطب العلاج النفسي. خمسة، اضطرابات النوم. إذا كان هناك ضوضاء معينة تزعج نومك، فاتخذ إجراء عملي تقليلي، بينما في بعض الحالات لا مفر منه تماما. هناك حالات أخرى مثل الضوضاء الصادرة عن التلفزيون أو الأجهزة يمكن تجنبها بسهولة عن طريق إجراء تغييرات جيدة في نمط الحياة. ومن المثير للاهتمام أن إذاننا بحاجة إلى الراحة لمدة 16 ساعة وحتى أكثر لتعويض ساعتين من التعرض لميد جيسس بل. مشاكل القلب والأوعية الدموية. تشير الدراسات إلى أن الضوضاء عالية الشدة تسبب ارتفاع ضغط الدم وتزيد من معدل ضربات القلب لأنها تعطل تدفق الدم الطبيعي، نظرا لأن الوصول بهذه المعدلات إلى مستوى يمكن التحكم فيه يعتمد على فهمنا للتلوث الضوضائي، فنحن بحاجة إلى توخي الحذر من الآثار السيئة ومعالجة هذه المواقف بوعي. سابعا، مشاكل في الاتصال. يمكن أن تسبب ضوضاء الديسيبل العالية المتعب وتؤثر على حرية الاتصال بين الناس، قد يؤدي هذا إلى سوء الفهم وقد يصعب عليك فهم الشخص الآخر. يمكن للضوضاء الحادة المستمرة أن تسبب لك صداعا شديدا وتزعج توازنك العاطفي. ثمانية، التأثير على الحياة البرية.
دراسة حديثة نشرت في بيولوجي ليتر إن الضوضاء التي يصنعها الإنسان تؤثر على مجموعة واسعة من الحيوانات. تبدأ الآثار السيئة للضوضاء المفرطة في المنزل، تتفاعل الحيوانات الأليفة بشكل أكثر عدوانية في المنازل حيث توجد ضوضاء ثابتة، يصابون بالارتباك بسهولة أكبر ويواجهون العديد من المشكلات السلوكية في الطبيعة. قد تعاني الحيوانات من ضعف السمع مما يجعل فريسة سهلة ويؤدي إلى تضاءل أعدادها، ويصبح آخرون غير فعالين في الصيد مما يخل بتوازن النظام البيئي. التأثيرات على الأنواع التي تعتمد على نداء التزاوج. غالبا ما تكون الأنواع التي تعتمد على نداء التزاوج للتكاثر غير قادرة على سماع هذه المكالمات بسبب الضوضاء المفرطة من صنع الإنسان، يعني إزعاج إشاراتهم الصوتية أنهم يضيعون بسهولة ولا يهاجرون عندما ينبغي عليهم ذلك. للتأقلم مع الصوت المتزايد من حولها، أصبحت الحيوانات أعلى صوتا مما قد يزيد من مستويات التلوث.